انتداب انتداب لجميع النواب، انتداب انتداب لجميع النواب. اليوم هذه اعتصام وطني بكامل اضطراب الجمهوريه للاستاذ الكل معتصمين عن دراسه، دخلوا في اضراب وانقطاع عن التدريس من 22 شهر اللي فات اللي هو في جانفي، وذلك لتدهور العلاقه مع وزاره التربيه. نقاط اللي لازمنا نعالجوها، النقطة الأولى هي إدماج الأساتذة المعوضين، هي النقطة الأولى اللي الأساتذة اليوم معتصمين عليها، هو انتداب جميع الأساتذة على مرحلتين وإلى ثلاثة مراحل، والعدد نتاع الأساتذة النواب يتجاوز 4000 أستاذ، اللي وزارة التربية كذبت في يوم ما قالت 10000 أستاذ، اللي هي معلومة خاطئة. للتوضيح للرأي العام، اللي هما 4000 أستاذ ينجم يدمجونا على 3 سنين فاسيلمون، كل عام ياخذوا منا 1200 1500 أستاذ. الشغورات موجودة، الليسيات الكل تشكي بالنقص في عدد الأساتذة في الماتيريات الكل، جميع المواد احنا نقريو عندنا 3 سنين 4 سنين، دونك نسميو عندنا اكسبيريونس نورمالمون هكا ولي، دونك اكسبيريونس عندك اكسبيريونس تطالبني باش ترجع الكابيس نقري في ولدك، انا نعمل في الامتحانات نعدي الكونترول نعدي سانتيز نحضر في الكونسي دو كلاس، عندي كراسة نتاعي الخاصة، وتجي تقول لي نرجعك الكابيس، انت ما عندكش ثقة فيا كي انت دخلت الميدان التدريس، ما عندكش فيا ثقة، ما دخلنيش نقري، ومن بعد تقول لي راجع الكابيس. كابيس انا عندي 3 سنين في ثالث عام معوضة، عوضت قريت الباك، عوضت قريت النوفيام، وقريت ساتيام يعني توت لي نيفو قريت. تجي تقول لي راجع الكابيس، انا عندي اكسبيريونس راجع الكابيس لواش؟ احنا علاش قرينا؟ هذا الكل علاش نقريو ونقراو؟ كان عندك عندك ثقة دخل المعطلين الكابيس، دخلش الأساتذة المعوضين. دونك النقطة واضحة اللي هو رفض الكابيس، رجوع للمحسوبية، نرجع كالعادة رشوة الكابيس. دونك سي سالم لابيض قبل ما يستقيل مع اتفاقية مع وزارة الوزارة الأولى سي علي العريض، رجع الكابيس وحط فرايد الرسمي كالعادة كو سي اي اكري وأورال. دونك حسبك شو باش تكون محسوبية وفلوس، نرجعوا 10 ملايين تحت الطاولة. نحب نتوجه معناها برسالة مضمونة الوصول إلى السيد وزير التربية المحترم، ونقول له باش يكون أكثر واقعية ويقترب من مشاغل النواب كسوا معناها معلمين أو أساتذة، وأن يتم إدماجهم، وكفانا معناها من الحلول الترقيعية التلفيقية اللي معناها عودونا بها، وخاصة في مسألة الكابيس. معناها ذل معناها قاعدين نعيشوا فيه، فهمت شنو هو معناتها؟ معناها للتعويض يعيطوا لنا وللانتداب لا، شنو معناه؟ شنو معناه استاذ؟ معناتها كيف كيف نقري لا بل في الكومبيتونس في كل شيء خير منه بالحق. عندي بريس 3 سنين وما ينتدبوناش عليه، ظلم هذا بعينه. شنو نعملوا؟ نقعدوا نرقدوا لهنا نبقوا نبكوا.